نناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفي من الخليل الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. سيد عادل، صباح الخير وأهلا بك معنا. أنطلق مما جاء في التقرير والوثائق التي طلعت عليها نيويورك تايمز بأن نتنياهو يعرقل التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وتفيد الصحيفة أيضا بأن هناك شروطا جديدة أدخلها نتنياهو مما يهدد بتعطيل المفاوضات المرتقب استئنافها غدا في الدوحة. ما المعطيات المتوفرة لديكم حول ما ورد؟ تحياتي لك أستاذة فرح ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه مسألة أنه نتنياهو يعني يريد أو معني بالإعاقة ويضع شروطا جديدة من أجل إفشال المفاوضات ليست مسألة جديدة، ولكن تعاطي نيويورك تايمز مع هذا الموضوع يأتي خشي من ذهاب نتنياهو باتجاه إشعال المنطقة وتجاوز الحرب الجغرافية الفلسطينية والحرب على غزة. بالتالي أتى حديث الصحيفة والمعروفة بقربها من إسرائيل، يعني ليست صحيفة يعني مناوئة لإسرائيل أو محسوبة على المحور الآخر المناوئ لإسرائيل، لكي يعني يحاول نتنياهو أن يتنصل من هذا الموضوع. بالتالي اليوم أقرب المقربين إلى بنيامين نتنياهو يعلمون علم اليقين أنه هو المعيق ولا يريد، وما يعزز ذلك مسألتين: ضعف القوى في إسرائيل التي تطالب بالتوصل إلى صفقة سواء الجيش الإسرائيلي، ثم ذوي الأسرى الإسرائيليين ومؤيديهم، وانعدام أي ضغط أمريكي على إسرائيل. بالتالي في ظل انعدام الضغط الأمريكي على إسرائيل وفي ظل ضعف القوى الداخلية في إسرائيل من الضغط على نتنياهو، يبقى نتنياهو يعني طليقا ويشعر أنه لم يعد يعني مضطرا للتوصل إلى أي صيغة. وأعتقد أنه حتى اللحظة لا يوجد جديد، وأظن أنه ما تطرق إليه الإعلام العبري صباح اليوم وصحف الإسرائيلي اليوم، أنه الإدارة الأمريكية تفكر بشكل جدي بتأجيل المفاوضات في حال قيام إيران وحزب الله بالرد على إسرائيل ردا على الاغتيالات في الضاحية الجنوبية وطهران قبل أسبوعين، يؤكد قراءة الكثيرين وقراءة حركة حماس أنه دعوة يعني البيان الثلاثي والولايات المتحدة تحديدا تسعى من أجل إعادة المفاوضات لتحقيق هدفين: الأول إعاقة ووضع عراقيل أمام رد إيران وحزب الله وخلق معادلة اشتباك جديدة بموجبها إسرائيل تضرب في بيروت وفي عدن وفي صنعاء وفي الحديدة وفي في في دمشق وفي طهران، ولا أحد يرد عليها، وهذه قاعدة ردع جديدة لإسرائيل. وبالمقابل أيضا يراد من هذه المفاوضات إعطاء شرعية للمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة. لذلك يعني أتى رد حماس كما شاهدناه، واليوم صباحا يعني يتحدث الإعلام العبري بشكل صريح عما تحدثنا عنه بالأسبوع الماضي حول يعني أنه يراد من هذه المفاوضات يعني ألغام أمريكية جديدة. القناة 13 الإسرائيلية أيضا واستنادا إلى تصريحات مسؤول أمني رفيع المستوى أيضا فيما يتعلق في هذا الاجتماع المنتظر في قطر، أنه يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لضمان عودة الأسرى أحياء. وأضافت القناة أن نتنياهو أعرب عن عدم ثقته بالفريق المفاوض، ويعني الحديث عن عدم توسيعه صلاحيات هذا الوفد المفاوض. في ضوء هذه المعطيات برأيك، ما النتائج المرتقبة من هذه المفاوضات؟ يعني أولا أستاذ فرح، يعني ضروري أن نوضح مسألة أنه رؤية إسرائيل للمفاوضات والصفقة تتناقض بشكل واضح مع رؤية الفلسطينيين والعرب اتجاه الصفقة. من وجهة نظر إسرائيل ما يعنيها في هذا الموضوع هو إعادة ما تبقى من أسرى إسرائيليين على قيد الحياة. الفلسطينيين والعرب لهم مصلحة أيضا بإعادة الأسرى الإسرائيليين على قاعدة أنه يعني بموجب ذلك سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، والأهم من ذلك وقفا شاملا ونهائيا لإطلاق النار وإعادة النازحين وانسحاب الاحتلال من غزة وبدء عملية الإعمار. هذا ليس مطروحا بالحسابات الإسرائيلية، حتى الأمريكي بات منسجما مع سردية بنيامين نتنياهو، وما يريد بنيامين نتنياهو هو المرحلة الأولى فقط، ثم العودة أو على الأقل
إعطاء إسرائيل كامل الحق والحرية بالعودة إلى القتال، وإسرائيل قادرة على أن تخترق ألف مبرر وذريعة للعودة للقتال، وخاصة أن الشروط الأخيرة التي يطرحها بنيامين نتنياهو تؤدي إلى نتيجة من الاثنتين، إما قبول حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وهذا يعني استسلاما ورفعا للراية البيضاء وإقرارا فلسطينيا ببقاء وإدامة الاحتلال في غزة، وخاصة أنه حين يطلب نتنياهو بأن تتضمن الدفعة الأولى 33 أسيرا حيا، ليس كما اتفق أنه من بين ال 33 18 على قيد الحياة و15 آخرين من الذين توفوا بفعل القصف الإسرائيلي، ثم أن يتحدث أن يمتلك نتنياهو الفيتو على إطلاق الأسرى الفلسطينيين، أنه هذا الأسير الفلسطيني ممنوع إطلاق سراحه، هذا الأسير مسموح وهذا ممنوع بقاؤه في غزة، يجب ترحيله إلى الخارج. هذه الاشتراط الجديدة التي تتحدث عنها نيويورك تايمز والكثير من الأطراف هي تضع حركة حماس والفصائل أمام خيارين، إما القبول والذي يعني استسلام والخنوع والرضوخ لشروط نتنياهو، وإما رفضها، وأحد الحالتين هذا ما يريد بنيامين نتنياهو. لذلك المشكلة ليست في بنيامين نتنياهو، المشكلة في الأمريكي الذي حتى اللحظة لا يبدي جدية وإرادة لضبط سلوك بنيامين نتنياهو، ولو كانت هنالك إرادة لدى الأمريكي بتقديري لما تصرف نتنياهو هكذا. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تؤكد أن إسرائيل تعيش تهديدا وجوديا لم تعرفه من قبل، وتعيد عدوانيتها المفرطة في الأشهر العشر الأخيرة إلى هذا السبب، مؤكدة أيضا أن ما عاشته في مواجهة حزب الله وإيران في هذه الفترة أعطاها ربما فكرة عن كيف ستأتي النهاية. كيف تقرأ هذا التعليق؟ يعني أولا لا شك أن هنالك تغير بموازين القوى بالمنطقة، وإن كانت حتى اللحظة يعني ليست متكافئة، ولكن ما هو أكيد أنه المرحلة التي كانت فيها إسرائيل تضرب أي طرف فلسطيني أو عربي أو إسلامي بدون رد قد انتهت وإلى الأبد، وعصر الانتصارات الإسرائيلية التي يعني جسدتها بحرب 67 انتهت، وهذا يجمع عليه الإسرائيليين. ولكن اليوم يعني ما حدث بالسابع من أكتوبر وما تلا ذلك، وعدم قدرة الإسرائيلي كما الأمريكي كما حلفاء إسرائيل بالعالم من إعادة قاعدة الردع إلى ما كانت عليه سابقا وفشلهم في ذلك، يعني انه من وجهة نظر إسرائيلية انها باتت يعني في أزمة وجودية، وخاصة انه اليوم إسرائيل بالقراءة الاستراتيجية تواجه أزمتين ويعني استراتيجيتين. الأزمة الاستراتيجية الأولى هي تبلور وتشكل هذا الحلف باليمن وبالعراق وبسوريا وبإيران وبلبنان وبغزة، هذا الحلف لم يكن موجودا منذ العام 48 ولم يعد حلفا سياسيا، لا بل إنه جبهة عسكرية مسلحة ثابتة أفشلت كل الضغوطات الأمريكية والغربية وحتى بعض العربية من فكفكت هذه الحالة. ثم الأزمة الاستراتيجية الأخرى تلك الشروخ العميقة التي تضرب مبنى المجتمع الإسرائيلي والتي تنعكس على المنظومة السياسية والأمنية وكل هذه الخلافات، الأزمتين معا باتت تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل من حيث هجرة اليهود الغربيين والكفاءات والمهندسين والطاقة ورجال الهايتك والشركات والمستثمرين وما شابه، و ذهاب إسرائيل باتجاه أن تكون دولة يهودية شريعتية، والذي لاحظناه بالأمس من دخول بن غفير وآلاف المستوطنين اليهود أصحاب الفكر الأيديولوجي إلى المسجد الأقصى، وهم يعلمون علم اليقين تداعيات ذلك، لا بل أنهم يريدون تحقيق ذلك. هذا الواقع من وجهة نظر الكثيرين في إسرائيل من تحديدا شريحة اليهود الغربيين التي تسمى بالأشكناز، كما الكثيرين في أوروبا والولايات المتحدة، أنه هذا بات يشكل يعني تهديد وجودي على بقاء إسرائيل. ولكن هذا من جهة يحاول أن يبرر لهذا السلوك الذي تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في غزة، ولكن نفس الوقت هنالك أصوات باتت تحذر إسرائيل أن استمرارها بهذا السياسي بالتأكيد لن يكون في مصلحة إسرائيل لا بالمدى القريب
ولا بالمتوسط ولا بالبعيد. شكرا جزيلا لك الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، كنت معنا من الخليل، أشكرك جزيل الشكر.